دابا واحد الدولة كتصنع واش غادي تصدرك؟ حنا فاش كان عندنا الكمامات كنصنعوهم كان العالم خصو، حنا حبسنا التصدير حتى قلنا عندنا الرصيد الكامل. راه قلت هادشي هنا عندنا واحد الهدف في المخزون، اولا الوجود في السوق، ثانيا المخزون، عاد قلنا يمكن نصدروا. الدول الاخرى دابا ولاو حتى هما كيديروا نفس الشيء فيما يخص توفير اللقاحات، كيقول لك انا نبدا انا وبعدها غادي نصدر.